بثت سرايا القدس مشاهد لاستهدافها آليات وجنود الاحتلال في معبر رفح البري. لا رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بعون الله وتوفيق يمر في إطار عملية طوفان الأقصى المباركة. يتم اليوم إطلاق عدد كبير من قذائف الهوى تيار 82 على القوات والحشودات العدو في معبر رفح الدولي. الله مولانا ولا مولى له، وللساعة موعده. الساعة أدهى وأمر. سرايا القدس، لواء رفح. Wow.